كل نرجس جبون زاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Services for the eve and the day of 15th of Sha'ban, the birthday of the Savior of all mankind, Imam al-Asr, Hujjat ibn al-Hasan, Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Regarding the greatness of the eve of the 15th of Sha'ban, Imam al-Sadiq reports from Imam Baqir alayhim as-salam, it's the best night after Laylatul Qadr. In it, the Almighty provides His favors to His servants in abundance and forgives them by His grace and generosity. Therefore, try to seek His nearness on this night. The best night after Laylatul Qadr, perform ghusl. Wuzu is also required. Stay awake and worship. Ziyarat of Aba Abdullah al-Husayn is highly recommended on this night. The least of it is that you stand on a height, look towards your right and then to your left, and sincerely say, As-salamu alayka ya Aba Abdullah, As-salamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. One who addresses the Imam as such at any time will be granted the reward of a Hajj and an Umrah. Recite the following dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma bihaq laylatina hadhihi wa mawludiha wa hujjatika wa maw'udiha allati qaranta ila fadliha fadlan فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده والملائكة أمداده سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والنشر تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه اللهم فصل على خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وأقرن ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعمين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين وعترته الناطقين والعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين السلام عليك يا صاحب الزمان. Imam al-Sadiq alayhi salam has taught us to recite اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديع البديع
لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني واكفني ما أهمني واقض ديني ووسع علي في رزقي فإنك في هذه الليلة كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني وأنت خير الرازقين فإنك قلت وأنت خير القائلين الناطقين واسأل الله من فضله فمن فضلك أسأل وإياك قصدت وابن نبيك أعتمدت ولك رجوت فارحمني يا أرحم الراحمين السلام عليك يا صاحب الزمان. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam always recited this dua, and in particular on this night. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا صاحب الزمان. Recite the daily salawat of Sha'ban, which are recited at Zuhr. Recite Dua Kumail. Repeat 100 times. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 100 times. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 100 times. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alayka ya sahib al-zaman. Regarding the importance of this night, when inquired, Imam al-Sadiq alayhi salam replies, after Isha prayers, offer a 2 rak'at prayer. In the 1st rak'at after Suratul Hamd, recite قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, and in the 2nd rak'at recite Suratul Ikhlas قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ after Suratul Hamd. Upon the completion of this salat, recite Tasbih of Hazrat Zahra alayha salam, and then يَا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجَأُ الْعِبَادِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَإِلَيْهِ يَفْزَعُ الْخَلْقُ فِي الْمُلِمَّاتِ يَا عَالِمَ الْجَهْرِ وَالْخَفِيَّاتِ يَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الْأَوْهَامِ وَتَصَرُّفُ الْخَطَرَاتِ يَا رَبَّ الْخَلَائِقِ وَالْبَرِيَّاتِ يا من بيده ملكوت الأرضين والسماوات
أنت الله لا إله إلا أنت، أمت إليك بلا إله إلا أنت، فيا لا إله إلا أنت اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته، فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي. اللهم فجد علي بكرمك وفضلك، واحتط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك. اللهم اجعلني ممن سعد جده وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلفت، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلي طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك. سيدي إليك يلجأ الهارب، ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعول المستقيم التائب. أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، أمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك، ولا تؤيسني من سابغ نعمك، ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك. رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله ولا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك، وأنعم بجزيل عطائك، وأسعد بسابغ نعمائك، فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك، واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من عذبك، فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك. أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك، إن سجد 20 times يا ربي يا ربي يا رب، seven times يا الله يا الله يا الله، seven times لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ten times
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Ten times لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. Recite salawat 10 times. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ask for your hajat. Assalamu alayka ya sahib al-zaman. Recite. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بقولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. إن سجد سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي. هذه يداي وما جنيته على نفسي. يا عظيم ترجى لكل عظيم اغفر لي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وانكشفت له الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين. من فجأة نقمتك ومن تحويل عافيتك ومن زوال نعمتك اللهم ارزقني قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. Place the right side of your face in sajda and say عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. Now place the left side of your face in sajda and say عفرت وجهي في التراب وحق لي أن أسجد لك. Which means I rub my face in the dust and it is upon me to perform sajda to you. After sajda recite Salat Ja'far al-Tayyar. Prayers to offer a 2-rakat prayer in which in both the rak'at after Suratul Hamd you will recite Suratul Tawheed 100 times. After the prayers
recite, اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون السلام عليك يا صاحب الزمان 15th of Sha'ban Perform ghusl, fast and ziyarat of Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam. Recite the ziyarat of Imam al-Asr Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif As-salamu alayka ya sahib al-zaman As-salamu alayka ya shariq al-Qur'an As-salamu alayka ya qati' al-Burhan As-salamu alayka ya imam al-insi wal-jan Ajjalallahu ta'ala farajak Wasahhalallahu ta'ala makhrajak wa zuhurak Wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه